السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على رضا عباس. كيكونوا عندك رجال، هذا رضا عباس على عمري لا وصلت، هو عبي حسين جناد راهو كسموه معطاوي، هادو الناس ما تنجمش توصلهم، هادو الناس ما داروش، عندهم مبادئ والو ما تنجمش تدور عليه، ما تنجمش تهدر عليه. كاين ناس ما تنجمش تدور عليهم، هذاك سمير عمامره، هذاك كسموه هذاك اللي حصلوا فيه مسكين سعيد فلاق، هذاك فانيك، هذاك اللي حصلوا فيه فانيك، بغاو يوسخوه خاطش عليه كشف امر استوالا، قال لهم يا ولدي محرز راهم بلعوا عليه، روحوا جروا على روحكم. ما بغاوش، هو لازم تسكت تخليها كيما هكا، مكاش لازم هما في قلوبهم محرز ما يدي والو كيما هكا يحوسوا عليها. راه قلت محرز ارجعت شوف، جات لي كيب ناسيونال هنايا لعبوها له عشاو يعايروا فيه، وين راهي كاش ما جابوش. تاتشي قال لهم غادي يخلصها، غاليه هذا اللي دارها. برناوي قال لهم لازم نضربوا يد بحدد، وين راه كاش ما صرات على تاع تحلبت. فوتوا سيمانه قد ما فوتوا مليا في الدوره مليا، لهونا طبطب وراحت. انا ما يلهونيش، انا نعرف خدمتهم. انا في ديك الليله قلت لكم هذه مبنيه، هذه كانت مصنوعه، ما نامنش بها، كانت مصنوعه كيما عادل عمروش تاع لي كاد بورتسوانا. فانيك خافوا لي واللي يهدر فانيك، طاحوا عليه بالعالي مع الجماعه تاع فما كمال مهوي، هو اللي دار الفيلم. هذه هي حنا. المهم اليوم شوف كيفاش رضا عباس كيفاش بهدل هذا، بيع عبود 30 مليون، هذا رداتو 30 مليون، هذا حبس ماشي حبس، هذا ما عندوش النيف. علاه نقولوا انت ما عندكش نيف؟ علاه نقولها لك؟ وين باغي توصل الله ما على باليش كاع بك، وين باغي توصلها. كي نقولك ما عندكش النيف راني نقول بها وراني تاكل على روحي باش انت خايف ملي براسك. على بالك انت يا بيع عبود ما عندكش نيف، خاطر لا زدت شي طرد قال لك تبعت عاش تهدر تاع الضربه، مي قلت لهم الا زدت شي مشي شرعي، حتى كوب دافريك مشي شرعيه وجما بالماضي مشي شرعي، تما تخيطوا جما بالماضي مع كوب دافريك مخيطينهم على حساب المقاس تاعكم. زدت شي شو معنا، شو كيعطى، شوف بهدله انتقالي. معليش شوف باش ما ندخلوش، اسمح لي صالح باش ما ندخلوش في الموسم الانتقالي. نهضر لك على الجمعيه العامه الاستثنائيه. اليوم نسمع السي عمار بعلول يقول لك انا بلي نظام المنافسه الجديد مهما يكون من قرار راح يطبق، معناتها انه هذا تاثير على اعضاء الجمعيه العامه. مادام رد نو، اسمح لي صالح، مادام راك تقول لي بلي شوف يكون عندك صحافي راجل، شو كيكشف لك اللعب، شت كيكشف لك اللعب. شو رضا عباس زعيم، والله لا زعيم، راجل انا ما نعرفه ما يعرفني بصح زعيم. شو كيكشف لك اللعب، شو كيكشف اللعب تاعو. لا ماشي قراءتي، انت تقول كاين 3 بروبوزيسيون، لا بروبوزيسيون موسم ابيض، اذا كان موسم ابيض ما كانش نظام منافسه جديد. اليوم بهلول سي عمر بهلول اللي هو عضو في المكتب الفيدرالي يقول لك لازم نطبقوا نظام المنافسه، هذا يعني هذا تاثير على اعضاء الجمعيه العامه. والله لا خاصنا صحافه كيما هذو، خاصنا نقاد رياضيين كيما هذو، خاصنا رجال كيما هذو يجوا للبلاطوات، خاصنا رجال كيما هذو يجوا للبلاطو ديريكت، ما على بالوش بيه، ديريكت مقابلو طاك 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 طاك، ما على بالوش. كي تكمل الحصه يمد لك خمسه، لازم تتقبل النقاط، النقد تاعي انا يعني. انا راك مليح غادي نشكرك، نقول لك راك مليح، مش راك مليح نقول لك مليح. انا اغلبيه ولا وشياتها الجمعيه العامه الموسم ابيض واش معناتها؟ الجمعيه العامه اسمع نفسها هي اللي صوتت على نظام، خلينا من هذيك. كيفاش الجمعيه العامه صوتت على نظام بارك الله فيك مقتنعه به اليوم تنحيها؟ معليش الموسم ابيض اذا كانوا اعضاء الجمعيه العامه فوتوا على موسم ابيض، لا راكم حاسمين الامور. هنا هشام عبود راه يكذب، هشام بيع عبود راه يكذب. هذا شا قالهم، قالهم الجمعيه العامه صوتت على نظام جديد، لا صوتوا خمسه تاع الناس في ورقله، والملف اللي طلع للوزان مزور
مشيت الملف اللي طلعتو نتايا من قبل. راني نقول لك خلاص ما نهضروش، بصح حنا ماشي حاسمين الامور وانه راح ندوا لهم التصويت. معناتها واش معناتها؟ معناتها انه موسم ما كاينش نظام منافسه، والسي عمر بارو يقول لك نظام المنافسه الجديد يتطبق مهما يكون. سي عبد الله ربي عمر بهلول عضو فيدرالي. وي عمر بهلول من الذين باش راهو في المكتب الفيدرالي اللي جاء بهذا المشروع تاعني. امنوني بالله عمار بهلول راه من 2000 رئيس رابطه تاع الطرب المشاكل، وعنده 5 تاع لي زيكيب يدور فيهم المشاكل اللي فيهم. يا وغير ربي اللي داري حرق زوج خطرات المقر تاع الرابطه في الطرب، حرقه زوج خطرات. خاطش عليه كانوا ناس جايين يديروا له جايين الحاج في وقت حداج، ارسل له باش يديروا له باش يحاسبوه. حرق المقر 2013 وقيلة، حرق المقر يعني وين ما يروحوا بيحاسبوه يحرق المقر. نظام المنافسه هذا على 30 مليون الجمعيه العامه اكيد اصبح مشروع الاتحاديه ككل بما فيها بمعيه الجمعيه العامه. هذا مكان هذا خطاب نتاع عضو المكتب الفيدرالي، قال يا جماعه حنا نمشيو للحفاظ على هذا النمط المنافس، ولكن اذا كما نقولوا اقتضى الامر ان الجمعيه العامه وهي سياديه تغير وتقول لك نحن موسم حنا نحترم هذا القرار. شوف هي سياديه، انا نقول لك يا رضا مهما كان القرار تاع الجمعيه العامه سيحترم من طرف اودي والله ما نتكلم على بالك. هذه تاع جمعية عامة تاع قرار بطولة بيضاء، هادو في طوع يطلعوا لي زيكيب، هادو وديروا يديروا في واحد السيستيم. لازم المشروع اللي داره فرضه بهلول يندار سيستيم دار. بس ان شاء الله بالك على ربي. ما راني والاتحاديه وليش عمر بهلول يقول لك نظام المنافسه يطبق ما با يكون هذا صحابي راجل مليح هذا واحد كيسمو سيامو تاع زاتشي في فرنسا عايله. هذا مسكين هذا طلبوا لولده مسكين يبرى هذا ولدو فيه كونسير وكلش طلبوا له ربي، وهذا ولا يعاير فيه باش يدي الدراهم يوهين الناس يلعبوها يهضروا على محرز على بوحنيكه محرز بوحنيكه. هذا راه على الصح كاين هادو صحابه، كاين رضا عباس وحسين جناد، كاين واحد 3 ولا 4 صحفيين راهم ما ولاوش مارشاليال. بصح تشوف ذاك مؤمن صار له غير كيف كاع، صار لهم كاع كيف كاع راهم ساكتين على زاتشي ومنه وباغيين زاتشي يدمر كاع. خاطر على البارح مؤمن داير لنا لايف يهضر لك على البطوله جواره على الدراهم، اولي تربع غاديك هضر على الصح في وقت الصح ما هدرتش انت مؤمن في وقت الصح ما هدرتش في وقت الصح ما هدرتش دخلوا لي في راسك. يرى انها ستؤثر ربما على الجمعيه العامه التي تبقى سياديه، اقول ما تعلق بالموافقه او الانتخاب على القرار الانسب، فماذا يمكن ان تقول حول هذا الموضوع؟ شوف المكتب الفيدرالي يؤجل ديجا في المصير تاع الموسم الحالي، ومن بعد تبقى واش تبقى؟ تبقى كما قلت هي الجمعيه العامه الاستثنائيه هي اللي تاخذ قرار اللي راح تحكم سوا ديزون بغات دير اون سيزون
كاين 3 بروبوزيسيون دونك في 3 بروبوزيسيون كاين منها نظام المنافسه هكذا سي عبود انا اسمع اللي راح تحكم سوا ديزون بغات دير اون سيزون كاين 3 بروبوزيسيون دونك في 3 بروبوزيسيون كاين منها نظام المنافسه هكذا سي عبود نظام المنافسه كيف قراها سي بهلول ولا واش قال هذا يبقى رايو راي رضا دونك انا واش حبيت نقول باللي الشيء اللي راه يندار ماشي راح كاع الناس تقبل بهذه الطريقه كانش كاين اللي حاب يطلع وكاين اللي حاب يلعب لو تيتر تاعو كاين اللي ما يحبش يهبط دونك راح اليوم راح تصرا فيه مشاكل في هذه الكبر علاش المدافع على الكبر باللي مشكله كبيره غادي يديرها زتي مشكله كبيره غادي يديرها زتي غادي نقولها لكم والله لا مشكله كبيره رايح يديرها ديقه كبيره رايح يديرها بيخلق فوضى برؤساء النوادي في طوع الوزير انا نهدرها ونعاودها في طوع الوزير كلش الوزير منظمين كلش يعني يضرب من الله يجعل الوزير يخرج بتصريح في هذه السيمانه باللي ما كان والو وجد جمعيه عامه تاعك رؤساء الرابطه يوجدوا الجمعيه تاعهم والانديه ورؤساء النوادي راك ما صاوب تجيبوا اللعابه وما صاوب تبداو في العام الجديد هي نورمالمون كيما هكا عادية وفيها ممثل وفيها ناطق رسمي وفيها مكلف بالفاظ صحيح ناس حتى نكون منصفين لماذا اليوم تحميل مسؤولية اتخاذ القرار احنا نعرف ان القرار قرار الشرطة قرار الدولة قرار وزارة الصحة قرار الهيئات العلمية والطبية لاستئناف المنافسة من عدمها انت لذا تعلم جيدا العروشية والجهوية في كل نادي وكل نادي عنده رجال وكل نادي يدافع عن مصالح منطقته ومصلحة النادي لذلك لماذا نفكر ونقول من شيء ايجابي أن الاتحادية تتريت لاتخاذ قرار قد يكون مناسبا تفضل إذا سمحت بهذا الموضوع بالذات تفضل إذا كان فهمت إذا كانت الدولة الجزائرية ماهيش مدارية ثقة في الهيئة هذه ما تخليلهاش تاخذ أي قرار الحاجة ما عندكم تا قرار هذو ما عندهم تا قرار أنا نقول لك كي يضربها قال لك الدولة يا ودي يا صح ما عندكم تا قرار أنتوما أو أنت حسب اللي عندك قرار ما عندك تا قرار يا بي عبود انت مع زاتشي ما عندكش قرار زاتشي راسلك راك ساكت شوف كي راك ساكت وشنو الهضره تاعو كي دايره شنو الهضره تاعو كي دايره باش تعرفوا بلي ما عندهم حتى قرار يا هضروا وعلى الله ويديروا الحفر ويطيحوا فيهم يديروا الحفر ويطيحوا فيهم انا نقول لكم هذا القرار تاعهم وما اللي يحوسوا لي هذا هو القرار تاعهم انا نقول لكم خاطر ما عندهم حتى قرار يحوسوا كيفاش يكملوا المشروع تاع اللي تفاهموا عليه اللي راهم متهمين عليه داين دراهم على الانديه تحت باش يطلعوهم يحوسوا قال لك نديروا حتى رؤساء نوادي تاع الهوات يدخلوا في الجمعيات العامه يطيولوا يكسروا اليدين يبدل اليدين برك يطيولوا يكسروا يديهم يطيولوا يطلعوا يديهم هذا مكان كل شيء يجي في وقته إذا كانت الدولة الجزائرية ماهيش مدارية ثقة في الهيئة هذه ما تخليلهاش تاخذ أي قرار لحد الآن ما كان حتى تدخل سواء من الشرطة العليا أو من وزارة الشباب والرياضة جد عادية أنا أقول لك الشرطة إذا كانت شافت أمر يعني يقدر يدي للهاوية ولا إلى قرار غير إيجابي لكن دخل بصفة أو أخرى على هذا حتى ولا ما كانش بصفة مباشرة واحد ما يمنع الدولة واحد يرفض الهاتف يقول لك يا ولدي واش راك دير بارك الله شوف خليني نكمل سي بعمر ما قالش سي بعمر قال كلام جيد اللي هو قال المنطقة اليوم راح يدينا بلا ما نقولوا ندخلوا على بعمر عادي زدتي غير المنطق بعمر تاعك لك تهضر غير شغل الى الحل الثالث اللي هو يرضي الجميع بعمر عادي يرضي الجميع ما كاش بعمر خرج راجل عليكم بعمر انتوما ما تلحقوهش بعمر ما باش يبيع الجزائر برك بعمر كو جا كيما انتوما كو عيط للفيفا كو قال بين سمعوا الفيفا بعمر كو جا جاي كيما انتوما يقول بين سمعوا الفيفا كو سمعنا الفيفا اسمع قال له بعمر الجامع لا يعني لا ما يرضيش الجامع هيا دير
كاين الصعود دير بلي كاين الصعود وتمدد لك الشباب الوزداد وما كاينش السقوط هكذا. مولدي الجزائر مولدي الجزائر يقول لك انا عندي حق واش حتى كدير ديال الجامع مولدي الجزائر راه في الجمعيه العامه ومن ملتزمة انها تحترم لان قرار الجمعيه العامه لا باش نهضروا على العلاقه معليش باش نهضروا على العلاقه بينكم بين وزاره الشباب والرياضه بلا كمال هو اللي راه يدير النقاش نهضروا عليها ومن بعد باسكو باش تقول علاقه عاديه ومليحه انا نقول لك بلي ماشي علاقه عاديه ومليحه رايي ونعطيك العلامه نعطيك ادله بيان سير ما نهضرلكش هكذا برك نعطيك انا مثال في الماده 88 الحق انكم تتخذوا القرار المناسب اليوم رانا في لابونديمي كاين امر طارئ كنتوا قادرين بارك الله كنتوا قادرين تتخذوا القرار المناسب اللي تشوفوه انت يرضي الجميع ولا يرضي اغلبيه اعضاء الجمعيه العامه. نعطيك انا سؤال خليني لك سؤال حابين يديو لنا جماعه معليش اسمح لي اسمح لي شوف انا قلت لي هذا طريق هذا خاصه في راهو راهو خاصه بيع عبود خاصه في راهو راهو خاصه معليش نقول لك باش غدوه نفس الاشخاص اللي يقول لك كان غير ديك خديت بالماده 88 معليش غدوه هو يدور عليك شوف خداو قرار واحد لا يا اخي لارتيكل 42 لارتيكل 42 امركم شورى بينكم يا اخي كريم احمد هذه قولها لزتشي اللي جاب لكم انكاراس قال لكم ها هو لا وراه وقولها لزتشي قولها لزتشي اللي جاب لكم تيكان وين قال لكم هذا وقولها لزتشي القرارات اللي دارهم ما قيمكمش كاع هذه كل يوم كنقول قلت له الشورى بيناتكم تعرفوا القران غير تضرب الزنزله تعرفوا الاذان سي كوا ليرجونس سي كوا ليرجونس انكم نتوما تدخلوا كاين زوج حوايج كاين لو كود ديتيك قانون الاخلاقيات الاخلاقيات هذاك راه في ليرجونس ولا نظام المنافسه اللي راه في ليرجونس شكون اللي راه في ليرجونس ليرجونس نظام المنافسه اسكو نتوقفوا اسكو نروحوا ولا كذا هكذا نتوما قانون ديتيك ما رحتوش للجمعيه العامه الاستثنائيه ولا الجمعيه العامه باش تصدقوا عليه درتوهم في البيرو فيديرال وفقا للتعليمات تاع الفي تاع النابه لي البيرو فيديرال يتخذ قرارات في بلاصه الجمعيه العامه الوغ كو قرار كيما هذا ليرجونس كنتو قادرين تاخذوا المسؤوليه تاعكم نزيد لك انا لا كوميسيون ديتيك ولا كوميسيون ديسيبلين ولا كوميسيون تاع الطعن سي دي كوميسيون جيريديكسيونيل لازم يروحوا للجمعيه العامه الاستثنائيه انتم ما رحتوش للجمعيه العامه خليني كمل خليني خليني نوفو ستاتيو جوي نروحوا نعدلوا بس هذاك عدلتوها بدرتوها لارتيكل 89 من قانون الاخلاقيات بريسون كود ديتيك امبلي اي دي ابروفي ادوبتي بار دو بيرو فيدرال دو لافار نو امور كي تحبوا انتوما لو كود ديتيك نو ماشي انتوما باش ما تقدروا شو انتوما لو كود ديتيك لي نورمالمون يروح للجمعيه العامه شوف انتوما ما رحتيش للجمعيه العامه بصح في هذا الامر تروحوا للجمعيه العامه في الصح ما راحوش وفي هذه تاع البطوله تاع الرئيس الاتحادي اتخذ قرار قال لك نروحوا للجمعيه العامه في الصح ما يروحوش للجمعيه العامه صوالح اللي باش يديروا تاع الصح باش يروحوا للجمعيه العامه ما داروهمش وفي المكان والو باش مجموعه مكتب تاع الفيدرالي يخرج بقرارات صارمه ها شكون اللي يدي الشامبيونه ولا ما كاش الشامبيونه لا قال لك نروحوا للجمعيه العامه اودي ستار ربي غير خاصنا صحفيين كيما هذو هذا با غادي نباتيبهم يعايروا فيه شاتو باتيبو دوبارمان يعاير فيه قار عليه كاش دوره ولا كما صحيح يعاير فيه انا نقول رضا هذا رضا من نهار الاول من نهار الاول قال لهم زاتشي دخلنا في حيط نهار الاول كاع نهار الاول كاع نهار اللي جابوا امال ونعقل هو نهار الاول مي قال لهم امالو غادي التحكيم يولي فاسد وبعد قطعوا عليه ما ولاش يبان في الهداف ما ولاش يبان اودي كاين واحد البلايص بغاو يدقدقوه ذراع مالا اليوم كلش راه باين اليوم ها ولا كلو اشربوا سمكم هذا بيع عبود عاود ولا لا عاود ولا 30 مليون ويعطيك يولي قدام الناس انا راني وليت انا مكاش لي طردني عرفتوا كيفاش بصح مكا لا قوانين ما يعرف يرد قوانين ما يعرف يرد والو ما يعرف يرد في والو على روحو بكوش جا قعد وصاي خاطش هذا بيع عبود كيجي يبغي وحده ما يبغيش مقابله رضا عباس ولا يبغي وحده هذا هو النقد ماشي يكرهك ينتقد فيك تقعد تشقم روحك
ينتقد فيك سق النقد البناء، النقد البناء هاي راه يقول لك هاي شادي شادي سقم روحك، مشي تمشي وحدك، مشي كيفاش رؤساء 95% رؤساء الأندية قال لك يا ودي ما نلعبوش، كيما قالوا ما نلعبوش، جزرتي قال لهم لا كاين استئناف، تما هنا وين راهي؟ راهي ديكتاتورية، راهي كاينة إمبراطورية تحكم. من بعد قال لهم لا نروحوا للجمعية العامة، نتايا 95% ما أمنش بها باش تروح للجمعية العامة وين رؤساء النوادي؟ أفهم أنت روح أفهم أنت أفهم. ماذا بكم راكم سمعتوا وزيدوا فيك ماذا بكم جماعة؟ بارطاجوا عطونا لي جيم ماكسيموم خاطر عليه راهم نايضين هذا اليوم تاع باك راه الجميع عليه هذا الصحراء مطيحين عليه راهم نايضين لي جيم عاونونا بارطاجوا ماكسيموم ماذا بكم عطونا لي جيم عاونونا بلي كومونتير خاطر عليه تقولوا لنا لي سينيال هذو الناس لازم كيما هكا عاونونا احنا رانا نجيبوكم احنا نجيبوكم 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 ماناش كي كاين بعض الصحفيين في وقت الصح ما صلناهمش كاين يوتيوبر لا ملعبينا يهضروا غير على بوحنيكا محرز بن ناصر بن رحمه تدخل الموند كامل راه يشوف في الاخر نجي نقول لك شنو غادي نقول لك على كي يلعب نجي نهضر عليه مازال ما لعبش راني ساكت عليه جوج نكذبوا عليكم كيما داو في كورونا كان البيد ما كان لابولا الاول داينكم بن ناصر رايح لتشيلسي بن ناصر رايح الاخرى بن ناصر رايح من ليا بن ناصر رايح منا زدت كي يسموه محرز رايح منا رايح يدو فيكم يجيبو فيكم باش يخلصوا صايك والفو الدراهم تاع الحيط حنا راه يسهل عليكم خلصوا كيما بغيتوا بصح ما تنيوش الناس ما تنياليش.